الحمد لله كل شيء منظم، كل شيء مزيان، ديما وداد، والماتش الجاي ان شاء الله احنا ديما مع الوليدات. انا بغيت نطيح مع الاهلي نيت، عرفتي علاش؟ باش نفضيو معاهم على قبل الراجل. والحمد لله كل شيء حنا كيدوز عندنا مزيان، اجواء كلها زوين، فهمتيني؟ انت كتشوف الناس كيفاش دايرين، كل شيء منظم، كل شيء زوين، ديما حمراء. الصراحه كان في المستوى ماتش مزيان، تبارك الله، اصلا على الركراكي المدرب ديالنا اللي خلى هذا الماتش غيتمشى هكا. ايوا صافي، ديما وداد، ان شاء الله نتلاقاو في الفينال. هذا ما كان الماتش كان في المستوى، بيترو لعبات شويه ولكن عادي، حنا رابحين 3-1 ليه، يعني هنا لاعبين مرتاحين، ما غنضغطوش باش نوجدوا ان شاء الله للفينال ولعبوا مرتاحين اكثر، وان شاء الله تشامبيونز ليغ ديال الوداد وديما وداد. ايدالي مي امور ودادي ماتادور وسط الكابو نديرو لول، كنا في دونو الرجوله وعادي نديرو البلبله، ودادي ماتادور. الماتش جاني ماتش واعر، وحنا الحمد لله. اللي هي شنو هو الماتش اللي عجبني في الماتش؟ هو التأهل. الماتش عجبني فيه التأهل، لانني انا خليت خدمتي في الرباط وجيت كنجري، دخلت في 90، دخلت بقى لي قسمت المكانه وجاي كنجري، ما نكذبش عليكم، في لوطوروش وانا فرحان. وداد البيضاوي ثقت فيها غادي تدوز، لان علاش ثقت فيها غادي تدوز؟ راه الحمد لله في حراره، لعبوا بحراره، عشنا 30 ولا ما عرفت 50 حراره، ودينا فيها ثلاثه وهنا ما غندوزوش، راه ما يمكنش. ولكن الدراري كانوا شويه، ماشي نقول لك ناقصين، كانوا متخوفين، ولكن الحمد لله كيهمنا هو الانتصار. الله اعلم، ما عرفنا هذه ولا هذه، المهم حنا ما كيخوفنا حتى فرقه لا هذيك ولا هذه، لاننا نتايخ في الوداد البيضاوي، لان الوداد البيضاوي وصلت للفينال الا تبارك الله، وراه ديما غادا في العصبيه الاولى، علاش غنخافوا من الاهلي او غنخافوا من وفاء في السطيح؟ كان مزيان، لعابه مزيانين، مدرب، جمهور، ولا في الاحلام، الحمد لله. بغينا اللقاء ان شاء الله، وان مور سطيح ان شاء الله اللي بقات لينا، ان شاء الله غندعقوهم بهذا الجمهور هذا ان شاء الله، ان شاء الله يكون الخير.